ينضم إلينا عبر سكايب من القاهرة ميسر بكور، مدير مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان. مرحبا بك معنا سيد ميسر. عندما نتحدث أن النظام السوري مسؤول عن 90% من حالات الاختفاء القسري، فللقصة جانبان، الجانب الأول ما هو مسؤول عنه فعليا. سؤالي لك، إلى أي درجة اليوم النظام السوري يستخدم هذا السلاح البشع حتى الآن مقارنة مع بدايات الثورة السورية في 2011؟ مساء الخير، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. حقيقة جوابا على نهاية سؤالك، بالأمس كان هناك اتفاقيات لتخفيف التصعيد، وكان من ضمنها وقف الأعمال الاعتقال والإفراج عن المعتقلين. هذا الكلام منذ أشهر. بالأمس كنت أقرأ تحديدا في منطقة درعا مئات الأشخاص تم اعتقالهم، خاصة من النسوة والموظفات وطلاب المدارس. هذا في يوم أمس تحديدا قرأت هذا التقرير عن مئات الأشخاص في مناطق النظام، في مناطق درعا التي يقدم منها الناس إلى مناطق النظام، حيث الوظائف أو الجامعات أو الأماكن العمل يقومون الشبيحة أو الميليشيات الغير حكومية يسمونها باعتقال هؤلاء الأشخاص من أجل الحصول على أموال أو من أجل ملاحقة ذويهم. إذن هنا علينا أن نتوقف أمام إذن أمرين. ما تقصده سيد ميسر أن النظام مستمر في هذا المنهج وهذه الآلية، ولكن الأدوات اليوم اختلفت. هناك مراكز اعتقال جديدة وآليات جديدة وشبيحة جدد، هم من يقومون بهذا الأمر إضافة إلى فروع الأمن المنتشرة في سوريا. واستمرار للمنهج، لم يتغير سلوكه بل ازداد طغيانا. لاحظوا أن نظام بشار الأسد استخدم سلاح الجوع وسلاح الاغتصاب وسلاح الاعتقال كسلاح، وهنا نتحدث استخدام كسلاح ممنهج وواسع النطاق من أجل قمع الثوار المعارضين لحكم نظام دمشق. بالتالي هو سلاح مستخدم في هذه الحرب منذ بداية الثورة. منذ أول يوم في الثورة قام باعتقال العديد من الأشخاص من أجل الحصول على معلومات، ومن ثم قام باعتقال ذويهم وخاصة من النساء، وتعرض الكثير من النساء. وهناك قصص مروعة عن حالات اغتصاب تعرضت لها إحدى النسوة كما ذكرت الاندبندن منذ أيام. هو سلاح ممنهج واسع النطاق يستخدمه نظام بشار الأسد، لم يلقى الرد الحاسم من قبل المجتمع الدولي. لاحظوا أن بالأمس المحققة استقالت من اللجنة المشكلة للتحقيق بجرائم الحرب المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان، تعبيرا عن امتعاضها من تصرفات وسلوك المجتمع الدولي الذي يرفض وقف تقصد هناك تقصير بهذا الملف الحساس ومتابعته والتحقيق فيه ومحاسبة المسؤولين عنه. طيب، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان كما قلت في البداية 90% من حالات الاختفاء القسري مسؤول عنها النظام السوري. إذا ما تحدثنا عن 10% التي يعني هي نسبة غير مسؤول عنها أو جهات أخرى غير النظام تقوم بعمليات الخطف وغيرها من عمليات الاختفاء القسري، إلى أي درجة اليوم النظام السوري مقصر وغير قادر على حماية مواطنين يعيشون في مناطق نفوذه وتحت سلطته؟ أنا لا أعتقد أنه مقصر، أنا أعتقد أنه هو شريك، هو الذي يمهد لهؤلاء الشبيحة. اليوم عندما يختطف الآن الناس بحمص، وحمص مسيطر عليها في أحياء موالية لنظام بشار الأسد من قبل شبيحة تابعين لجيش الدفاع الوطني أو ميليشيات تتعامل مع الجهات الأمنية التابعة لنظام بشار الأسد، بالتالي هو ليس تقصير، وهؤلاء ليسوا شعبه أصلا. بالتالي هو الذي يمهد، هو الذي يسهل لهم. هناك أشخاص، حتى ابن وزير الدفاع كان هناك حديث مؤخرا عن استخدام موضوع الملاحقة من أجل الخدمة العسكرية واختطاف الشباب وبناء ثروة هائلة من جراء هذه الإجراءات. بالتالي اختطاف الناس من أجل الحصول على أموال. سيد ميسر، أنتم في مركز الجمهورية، هل لديكم أعداد تقريبية أو دقيقة عن عدد المعتقلين اليوم في سجون النظام السوري منذ 6 أعوام أو 7 أعوام حتى الآن؟ نحن كنا نقدر أن الأعداد 60,000، ولكن أقول لك صادقا، أنا دخلت 9 معتقلات واعتقلت 4 مرات. لا يمكن لأي شخص في هذا العالم أن يعطي رقما حقيقيا لعدد المعتقلين. كنا في اليوم الواحد يخرج 45 يدخل 60، بنفس اليوم الصبح يدخل 60 شخص، في المساء يأخذوا 45. كنا نظن أنهم يتم الإفراج عنهم وإذا بهم ينتقلون إلى سجن آخر، وهذا ما حصل معي في أكثر من الموقع. بالتالي لا تستطيع الإعطاء رقم دقيق من خلال تجربة عن نعم.
تفضل باختصار. لا تستطيع أن تعطي رقم دقيقا. قلت لك دخلت عدة معتقلات، تكون اليوم في معتقل، في اليوم التالي نظن لأنه تحت الأرض المعتقلات تظن بأن تم الإفراج عنهم، فإذا بك تذهب إليهم في معتقل آخر. لديك هناك سجون لحزب الله الإرهاب المتطرف، لا تعرف كم عدد المعتقلين فيها. لديك الدفاع الوطني، لديك الميليشيات الخاصة، لديك اليوم تنظيمات الكردية أصبح لديها سجون وسجون مروعة إضافة في شمال إلى باقي الميليشيات. نعم كما ذكرت. شكرا جزيلا لك سيد ميسر بكور، مدير مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان، متحدثا إلينا مباشرة عبر سكايب من القاهرة.